أعمل برأي أبي حنيفة رحمه الله 4 أيام إذا كان مثل معلومة، ثم بعد ذلك إذا كان له أكثر من 4 يمكن، ولا إيش رأيك؟ هذا هو رأي الإمام الشافعي مشهور حنيفة. ثانيا ما في عليه دليل، العبرة بنية المسافر إذا أجمع الإقامة أو لم يجمع الإقامة. أجمع الإقامة أسبوع أو أسبوعين. خلاص بده يصلي صلاة المقيم. أجمع الإقامة 5 أيام 4 أيام. نعم أصبح مقيما لأنه إنما العمل والجهاد. الرسول أجمع الإقامة أن يقيم 4 أيام في مكة حتى يذهب إلى منى. أجمع الإقامة. تقصد يعني في الحاج؟ تقصد في الحاج؟ بالنسبة للحاج لذلك مقياسا، لأنه بالنسبة للحج في شائبة كون نسك من المناسك. يعني الآن أنت ترى أن منى اتصلت بيوتها بمكة حتى واحد مقيم في منى وحج. أرى أن يصلى ركعتين. طيب هذا ليس مسافر، كان مقيما حتى منى. مقول هذا ليس مسافرا. إذا بدنا ناخذ القاعدة العامة هذا ليس مسافرا، لكن كون في عنا نسك من مناسك الحج إنه الرسول أقام في مكة كذا وهو يقصر وفي منى وفي عرفة في آخره، هذا الحكم ما نقدر نطرده في جميع الأماكن. وعلى هذا نقول إنه أي رجل يعني حل بلدة فما دام أنه لم يعزم على الإقامة فهو مسافر ولو أقام سنين. ومن الطرائف مبارك سألني امرأة مدري سعودية من بلاد الجزيرة العربية وتقول نحن اجينا هنا من بعض البلاد العربية وناويين نقيم 3 سنوات نصلي صلاة مقيم 6 سنوات. مع ذلك بدي اتأكد ظاهر هذا الرأي الشيخ تقي الدين الجاني الله يرحمه يرى هذا الرأي. مدينة كمية سمعت من كبير مو بعيد سمعت من شما ما بعرف، لكن نحن نعرف هذا عن تقي الدين وعن صاحبه اللي اجتمعنا معه في بيته الشيخ محمد الزمزمي. تذكروه؟ نعم. في طنجة. نعم. دول غمار. لما بحثنا معه غمار الثاني موضوع الرحمن عاشو استوى وتعرف الخلاصة. هذا له رسالة في هذا المعنى وقررها له الشيخ تقي الدين الجيلاني. يرون أن الإنسان بس خرج من بلده لو أقام في بلد الغرب سنين هو لا يزال يقصر في الحياة والجنة. يعني فقه عجيب. الشاهد نحن نجد في آثار السلف هذه الكلمة وهي من الدقة في مكان أنه أجمع الإقامة أم لم يجمع الإقامة. فقصة ابن عمر مع أصحابي لما كانوا في بلاد فارس من زمان وهطلت عليهم الثلوج وسدت عليهم الطريق لقوا في الرواية الصحيحة 6 أشهر ورواية أخرى ضعيفة 2 سنين وهم يقصرون الصلاة. ليش؟ لأنه ما نووا الإقامة ولا أجمعوا الإقامة، بيتمنوا أن الثلوج يزول من طريقهم ويرجعوا لبلدهم. ولذلك أنا ما ارتحت لقول كمثل هذا القول السلفي. أجمع الإقامة دخل في حكم المقيم، ما أجمع الإقامة وإيش الفرق بين أجمع ولم يجمع؟ أجمع الإقامة واضح، لم يجمع يعني مثل ما ذكرنا عن ابن عمر اليوم وبكرة اليوم وبكرة وأخذت زمن طويل وطويل جدا فهو في حكم المسافر. إذا عرف 3 سنوات معناته مقيم. مثلا أقل مدة عن مدة كده قطعت أنا تذكرة
وصول هنا يوم الأحد والرجوع يوم الأربعاء، ومصر وصول الأربعاء والخروج الأربعاء، معناه إثبات الإقامة هنا. تأذر بنفسك، إنما الأعمال بالنيات، قد تجمع وقد لا تجمع. الآن فإن أجمعت فالحكم واضح، وإن لم تجمع فكذلك. أنا قطعت القصة من هنا إلى مصر يوم الأربعاء وأرجع يوم الأربعاء، يعني قطعة سأقيم أجمعت الإقامة سأقيم في مصر أربعة سبعة أيام. هل من جرب مصر أتم إلى أن أرجع؟ أنا ما بقول لك أتم أو لا تتم، أنت قل لي الآن. أنا حاجز. لا عفوا، هذا فهمناه. لكن أجبني عن سؤالي، أجمعت الإقامة أم لم تجمع؟ ما المقصود بإجماع الإقامة؟ قلنا إجماع، قلنا إجماع فيه. أجمعت الإقامة يعني سأقيم هنا لقضاء حاجاتي ثم أرجع، ولا سأقيم كمستوطن؟ لا مو شرط مستوطن. المعنى أجمعت يعني هل نويت أن تقيم ثلاثة أيام وحددت لنفسك هذه المدة؟ نفس التذكرة محدد. لا التذكرة ما بتحدد. نعم. عفوا شيخنا معلش. نعم. لأن التذكرة قد يطرأ عليك أنت أول ما تيجي للبلد مثلا تشوف بعض الأشياء التي تدعوك إلى البقاء أكثر من أن تتأخر التذكرة أو تقدمها أو تؤخرها. أصلاً أنا جمعت الإقامة. فالفقه الدقيق هو جمعت الإقامة وأنت مقيم. ولو ليوم واحد. ما بدخل شيء ثاني عنده في الموضوع، موضوع الحراج الشغلات الثانية مشان جماعة المسافر، يعني هذا المسافر ما بيصير حكمه زي المقيم اللي في بلده. يعني مثلا إنسان بيجوا طلاب عمي، قال له في طلاب من عمان جايين، بعطاهم حكومتهم 10 أيام 15 يوم مشان تسجيل ويطمئنوا وعاودوا يرجعوا ويأخذوا، يعني بكونوا عارفين بقولوا لهم أنا لكم أسبوعين هون. هالأسبوعين هذا حكمه بيصير حكم اللي في بيته سابق في أرضه، فهذا يدخل شيء ثاني مشان يقصر الصلاة. أنت بارك الله فيك المعهد الحرج لأنه هذا الحكم يتعلق بالمقيم أصالة. أيها المقيم أصالة، إذا كان سيقع في حرج بعدم الجماعة فهو يجمع، لكن لا يقصر. أي نعم. هذا الذي أصله مسافر، ونفترض أنه أجمع،